حياه انه شخص يكون قادر ياخذ قرار ويقدر يمسك زمام الامور تبع حياته. بمحل من المحلات كلنا لازم نكون عم نشتغل على خطه معينه بتوصلنا للهدف اللي بده يقدر يشتغل عليه الواحد. اليوم كثير ناس بفكروا انه الاشخاص الناجحين هن على طول اللي بياخذوا القرار الصائب. لا، لانه كل واحد في عنده نسبة خطأ معين، ما حدا منا كامل، قد ما كان ذكي قد ما كان عنده خبرة بالحياة بمحل ممكن يخطأ، بس الأشخاص اللي بيعرفوا ياخذوا قرار بيكونوا عم بيطلعوا بالهدف تبعهم وبيعرفوا يشتغلوا عليها ويحطوا نقاط اللي لازم ينشغل عليها، يعني شو ما صار عندهم صعوبات بيقدروا يرجلجوا الأمور ويعملوا يعدلوا فيها، لأنه الشخص لما يكون عم بياخذ القرار بيكون عنده قرار بمحل معين وبيكون عنده هدف بيكون حاطه. بين القرار وبين الهدف في مراحل، في عمل جدي بده يكون شخص عم بيشتغل عليه، قد ما كان الهدف اذا كان كبير ولا صغير، بس بده يكون عارف وواعي للصوره الاجماليه اللي هو عايش فيها، للصعوبات اللي عنده اياها، كيف الامور عم تتبلور حواليه، شو ما صار في مطبات يكون عارف يرجلج البلون، قديش الواحد بيكون عنده لين بالتفكير تبعه تيقدر ياخذ قرارات بعدل فيها نظام معين بيكون اخذها، ويكون على طول عم بيتوجه على الهدف اللي هو حاطه. يعني تعطيك مثل بالحياه الطبيعيه، كلنا اليوم بنروح على المطارات ومنسافر. اذا بنفكر اليوم عم تطلع، تخيل انه عم نطلع بالطياره رايحه من بيروت على باريس، الطيار لما يطلع فيها بيكون عارف انه القرار عنده انا بدي اوصل هالناس سالمين على الديستنيشن يلي هن واصلين عليه، هذا هدفه يمكن، هيدا القرار تبعه والهدف تبعه انه يوصل على الوقت على باريس. هلا طبعا في ريسك، خلينا نقول على 99% بيكون متاكد انه رح يوصل للهدف تبعه. بمسار بهالمسار بهالمسار اللي بيكون هو فيه ممكن يصير فيه مشاكل بالجو، يمكن يغير طريقه شوي، يمكن يعلي يطلع ينزل، بس بيكون على طول عم بيشتغل وعارف انه بالاخر رح يوصل على هدفه. بالحياه نفس الشيء، اذا بنكون عارفين انه في قرار وفي هدف بنكون عم نطلع بنفس الطريقه تنلاقي النجاح اللي نحن بدنا اياه. نعم، بس اوقات يعني الهدف اللي بنحطه يمكن بده شروط بتكون متوفره، اوقات تكون في شروط صعبه، يمكن انا حط هدف يمكن مستحيل احققه، يعني كبر كثير الحجر، فكيف حتى لو عملت خطه، حتى لو حطيت عمل ما هلا هي مثلا. اهم شيء كمان الواحد يقدر ياخذ القرار. خلينا نقول ليش الاشخاص، نرجع نحكي اذا بدك عن المخططات، ليش كيف لازم يكون القرار، بس الصعوبه ناخذ القرار، في اشخاص ما بيقدروا ياخذوا حتى قرار. ليش؟ ليه؟ لانه كل الاشخاص بيكون في عندهم مجموعه اذا بدك خوف، اكسبيرينس بحياتهم عايشينها، تراكمات معينه، تعب معين، بخليه كل الافكار يلي عنده اياهم يصير عم بحطهم فوق راسه. يعني تخيلي، رح نعطي هيك اكزامبل صغير، اذا نحن اليوم هلا على التلفزيون، دونك على بكره ممكن نستنظر انه يكون في ستات يكونوا عم بيقشعونا. خلينا نقول ست ببيتها عندها متزوجه عندها اولاد، بتشتغل كمان، فيها تكون قاعده تفكر ابني لازم اخذه عند الحكيم، وارجع بنتي روح قص لها شعرها، جوزي عيد ميلاده لازم اعمل له سربريز، بالمكتب عندي ميل ما جاوبت عليه، الشباك منزوع لازم روح ساوي شعري، بنت عمي بالمستشفى. كل هول افكار تطلع فيهم بتلاقي طلعت 20 فكره كلهم فوق بعضهم ما عم تقدر تطلع عليهم. يعني اذا بدك في صوره هلا رح نحطها بتبين الشخص اذا قاعد هو وعم بيتخيل كل هالافكار يلي فوق بعضه، بصير يرسمهم كلهم مع بعضهم، بصيروا كلهم متراكمين، يعني ال 20 فكره اللي بحكيها هلا بسرعه بصير وزنهم 10 طن على راسه، وكيف بدي حلهم هول؟ انا مش ممكن حلهم. ايه بالصوره هلا يلي قاشعينا كلهم مرسومين ببعضهم، والعالم بلا ما تلاحظ عندها بتروح تجمع الاشياء، خاصه لما في هموم، لانه اوقات القرار بيكون القرار حلو، يعني قرار واحد يتقدم، بس اوقات القرارات بتكون صعبه. بهالحاله كمان العالم بتصير كلها تجمعها وبتطلع فيها بتلاقي وزنها كثير كبير، ما بتقدر تخترقها حتى بتفكيرها. شو بتعمل؟ بتقول ما بعمل شيء. هيدي الصعوبه عند الاشخاص، لانه الشخص في كثير ناس بيقول لك بننطر، هذا الانتظار والامل وان شاء الله بتصير الاشياء.
هي لوحدة ما بتوصل. هلا لما الواحد يمكن لانه بخافوا كمان يمكن يصير اشياء جديده مثلا بالمحيط اللي عايشين فيه او ما عارفين يفكروا. يعني هي لما قلت لك انه في كذا فكره بتجي ما عارفين من وين نبلش او شو نحدد، يمكن هي هي القصه. مزبوط، بيكونوا ما عارفين منين يبلشوا. هلا اذا بدنا نعطي اقتراحات للي عم بيسمعونا كيف فينا نشهل بطريقه التفكير ونبلش، اول شيء انا اللي بقوله فكف كل الافكار اللي عندكم اياها، لانه هو كلهم اللي حكيناهم هول اللي كنا راسمينهم هول قرار، هول افكار مش قرار. مش قرار. خلينا نفكفكم، اول شيء ما نربطهم ببعضهم، نعرف انه في عده افكار وكل فكره تكون واضحه، يعني لونتهم شوي تبينوا انهم واضحين، لانه كمان الناس بيقولوا فكره بصيروا كانه كيف واحد صافف بنص الطريق، في شيء منه مكمل، كل شيء عندنا كل شيء نص 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 مجمع ما بوصل لمحل، كل فكره لازم تكون واضحه ومبينة وبيفهمها الشخص. لما فكفكناهم عن بعضهم بصير يطلع كان عندي بلوك 10 طن، بالنتيجة لا بالحقيقة عندي 20 فكرة. 20 فكرة بس كل وحدة لوحدة مجموع ما بيعطي 10 طن، بيعطي شيء خفيف بقدر أنا أتعامل معه وبقدر فوت على كل فكرة. هلأ كمان كل الناس بتعرف أنه الورقة والقلم واللابتوب نستعملهم بالمكتب، بس في كتير ناس ببيتهم بينسوا يستعملوا الورقة والقلم. احسن فكره شو ما عندنا افكار نحطهم على البر، نكتبهم. لما نكتبهم بتوضح، لانه لما ننقي الكلمه، الكلمه بتخلينا توضح الفكره براسنا. سو بننقي الكلمه بنحطهم قدامنا بنرجع بنطلع. لما الافكار اللي اعطيتكم اياهم عن الست اللي مشغوله وعندها كثير اشياء تعملهم، بالنتيجه اذا بتحرري المزبوط فيها تجمعهم مثل ما حطينا على الصوره، يمكن تقسمهم لثلاث اقسام، تقول انا والله في عندي تنميه شخصيه صار لي ثلاث سنين بقول بدي اعمل سبار وبعد ما عم بعمل، بقول بدي الاقي وقت لحالي وما عم بعمل، خليني احطها هاي بكاتيجوري اشتغل على حالي. في البيت والزوج والاولاد، في يحطهم بقسم لوحدهم. برجع بقسمهم على قسم ثالث مثلا العمل. صرنا من 10 طن ل 20 فكره لثلاث اقسام طبيعي. ولا انا انسانه قادره رجلش بشتغل على ثلاث اقسام. هاي الطريقه بتصير تهون على حاله الواحد التفكير ويقرر يمشي بشيء معين. طريقه كثير عمليه هيدي يعني بالافكار بتفيد، يعني طريقه كثير عمليه مهمه واحد يبلش فيها على القليل ليوصل للهدف. مظبوط. طيب اليوم قديش الواحد لازم يكون ما يتاثر بافكار غيره؟ يعني اليوم مثلا انا مثلا بدي اروح على الجيم ولا شو ما حدا راح، وانه هول الافكار اللي بتجي من برا يلي هي اوقات بتكون سلبيه اوقات بتكون كمان ايجابيه، بس منا نفس الفكره اللي عنا اياها براسنا، شو لازم واحد يعمل هون؟ تقلك شو كثير من الاشخاص بيتاثروا مثل ما عم بتقولي بمحيطهم. النصيحه لكل الناس، يعني انا كل ما اكون عم بشتغل مع شخص بقول له خلي حواليك الاشخاص الشخصيات يلي بتعتبر انه فيهم يقدموك لقدام. يعني اذا ما بتطلعي حواليك الا باشخاص غير كفؤين مش ناجحين، الدنيا مسكره بوجههم مثل ما هن بيصنفوا حالهم، مع انه ما في حدا الدنيا مسكره بوجهه بس هو بيكون قاشع حاله حاسس حاله انه هيك. هول الاشخاص جربي تفيديهم، يعني الواحد يفتح نظرته وافاقه على اشخاص ناجحين على اشخاص ايجابيين بحبوا الحياه بحاوروا مش على طول بصدوا. كثير مهم الواحد يكون يفتح افاقه للاشواء ويكون بيستقبل. في كثير ناس تحسيهم عاملين بلوك، هول ما بيقدروا يوصلوك لمحل، حتى اذا انت عندك افكار حلوين بردوك لورا. لا جربي اشتغلي. وبعدين القراءه كثير مهمه، اليوم كثير على التلفزيون بالسوشيال ميديا بالكتب كل الناس عم تحكي عن كيف يعمل شخص سيلف ديفلوبمنت لحاله. فهيدول مثل ما عم بتقولي اذا واحد قدر يتطلع بمنظار ايجابي للامور بيقدر ياخذ قرار، ياخذ القرار بالاشياء اللي هو بتناسبه. هلا القرار بياخذ الواحد كيف لازم ياخذه. ما هيك انه عندنا افكار، كيف بتصير هالافكار قرارات؟
يعني انا بتشجعي ناخد اكثر من قرار بذات الوقت او قرار واحد؟ لكن كل يوم نحن مضطرين ناخد قرارات، يعني على بكره لما تروحي مأخره على الشغل في قرار انك تقولي ما بدي اروح مأخره على الشغل، لما تقولي بدي نام بكير لانه ثاني نهار عم بقوم تعبانه، هيدا قرار. يعني ما فيك تاخذي قرار واحد بحياتك، بالعكس هو بس بتصير سريع، بتصير معودين ناخذها ما بنعرف انه هيدا قرار، بس اذا بدك تحلليها هو بصير. بس للقرارات اللي بدها تخطيط ضروري الواحد يكون الافكار واضحة. يعني امبارح عم بحكي مع شخص قال لا انا اخذ قرار بدي اشتري بيت. هيدا ما انه قرار، هيدا فكرة. عندك فكرة تشتري بيت، مثل ما انا عندي فكرة زيح الكرسي اللي حد طاولة السفرة. يعني بنفس، لانه القرار في له مكونات. اول شيء كثير حكيت عن الوضوح، بس لازم يكون سبيسيفيك، محدد. يعني انا بدي اشتري بيت، ما بكفي، وين بدك تشتري البيت؟ عارف حالي بدي اشتري بيت بين جونيا وبيروت. حددت المنطقه. ضروري يكون البيدجيه كمان معروف، البيدجيه تبعي بهيدا البيدجيه، لانه ما في انا اكون بقبض $1,000 واقول بدي اشتري بيت $1,000,000، لانه بكون الهدف تبعي، القرار تبعي غير واقع الهدف تبعي. سو الهدف يعني بكون حطته ولا القرار، لازم يكون واضح، لازم يكون محدد، لازم يكون واقعي، واقعي أكيد، لازم يكون أهم شيء اللي الناس بتنسيه له وقت، لأنه محدد إذا بدي أشتري بيت بعد 5 سنين، ولا بدي أشتري بيت قبل ما ابني يفوت على الجامعة. يعني صرت حددت حالي عندي 5 أشهر أو 6 أشهر بدي يكون عم بشتغل، هذا بيعطيني حافز كون عم بركض، عم بركض تأوصل للهدف يلي عندي. وإذا ما وصلت كون عارفة إنه كان هدفي هيك وصلت على 50% من الهدف أو وصلت على 60%. لما واحد بده ياخد قرار بأشياء مؤيدة وعارف شو هي، بتصير القرار أهون بكتير إنه يشتغل عليه. نعم. كارلا مطر، يمكن يعني كل الناس عندها أهداف مثل ما قلتي، مهم يعرفوا كيف ياخدوا قرارهم ويتحققوا هيدا الهدف، يكون محدد ويكون كثير واضح، يكون واضح اذا كان صغير او كبير، ويكون واقعي يعني كمان، سفره او بيت او صح. ومهم يعرفوا كيف يعني يشتغلوا تيحققوا هذا الهدف، واكيد يوصلوا. واهم شيء يكون في وعي على هدول المواضيع، لانه الناس في كثير اشخاص بحاله انتظار، بحاله ان شاء الله، بحاله امل. الامل كثير منيح بس لوحده ما بكفي، يعني الخطوات اللي الشخص بيعملها هي اللي بتوصله، القعدة ما بتوصل لمحل. مدربة كارلا مطر، أنا بتشكر كثير على كل النصايح اللي أعطيتينا إياها لليوم. مشاهدينا هلأ رح ننتقل لاستديوهات الأخبار حتى نتابع موجز التاسعة بتوقيت القاهرة.